خير اعزائي المشاهدين، يسعدنا انا مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج سعادتك معانا. يسعدنا انا ارحب بزميلتي الاستاذه نجلاء فتحي، المرشده السياحيه وباحثه اثريه في علم المصريات ومحرره صحفيه. حلقتنا النهارده جميله ومميزه من يوميات مرشده سياحيه. اهلا بك يا استاذه. اهلا بك استاذ ابراهيم. ويسعدنا انا ارحب بالاستاذه اميره. الحمد لله على سلامتك من الرحله السعيده، وان شاء الله تكون اتبسطت يا رب. شكرا استاذ ابراهيم، اهلا بك. اهلا بيك يا استاذه نجلاء. اهلا بيك يا استاذه اميره. طبعا انت النهارده هتكلمينا عن السياحه في مصر والاماكن السياحيه الجميله. تمام. وهيكون اول سؤال ليكي، ايه الاماكن السياحيه اللي في مصر اللي ممكن نستمتع بيها كاسره او كعائلات او افراد لوحديهم؟ تمام يا استاذه اميره، الاماكن السياحيه الموجوده في مصر كتير قوي، لو احنا قعدنا نقولها مش هنخلص. وانا عن نفسي بستمتع بيها جدا. تمام تمام. طيب انت حابه النهارده تكلمينا عن ايه في السياحه في مصر؟ انا كل حلقه ان شاء الله معاكم هجيب مكان جديد من وجهه نظري شايفه ان هو يناسب الاسر والشباب والاطفال. تمام تمام. انا اخترت لكم النهارده مكان انا عن نفسي جربته ورحته واستمتعت بيه جدا 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 جدا، قصر عائشه فهمي. تمام جميل. فين قصر عائشه فهمي؟ القصر في الزمالك، جزيره الزمالك. وهنحكي شويه صغننين عن تاريخه، لان هو القصر مكان اثري ولا كمان في يعني انا عشان اروح هستمتع بالطبيعه في مكان زي ده؟ يعني يعني انا اللي بيعجبني جدا في مصر ما شاء الله ان مصر فيها اثار وفي وسط اماكن طبيعيه، يعني تستمتعي بالهواء بالنيل. احكي لي عن قصر عائشه فهمي. اوكي. اولا القصر ملوش اي رسوم، يعني متاح لاي حد ان هو يدخله من 9 صباحا 9 مساء. تمام. يعني اعتقد اللي بيحب يخرج الصبح هيخرج، اللي بيحب يخرج بعد الظهر هيخرج. اوكي. غير كده كمان القصر على النيل، يعني انت خارجه في الصيف هتبقي بتستمتعي بالنيل. تمام كده. تمام جميل. طيب ايه بقى اكتر حاجه بتميز القصر ده او انا عن نفسي بحبها ورحتها؟ حاجات كتير قوي. القصر فيه فيوز على النيل، يعني في مناظر، يعني وانا جوه القصر بشوف النيل وبستمتع. استاذه نجلاء، في صور للقصر ممكن تشرحي لنا عنها؟ بالظبط. انا جايبه فعلا، انا فعلا رحت المكان صورت فيه واستمتعت جدا جدا، حسيت بجد ان انا رحت عالم تاني. فانتوا معايا دلوقتي هتروحوا عالم تاني برضو. تمام. ده القصر طبعا، ده السلم. القصر دي حجره. لو احنا هنحكي القصر. ايوه اتفضلي. تمام. هنقول ان القصر ده بتاع عائشه فهمي، ومن اكتر حاجه بتميزه ان هو عاش فيه يوسف وهبي. ممكن اسالك بس مين عائشه فهمي؟ عائشه فهمي دي بنت علي باشا فهمي، اللي هو باباها كان شغال في حاجه زي الرئاسيه كده عند الملك فؤاد الاول، يعني هو من العصر العثماني. اتفضلي. نرجع لوصف القصر، ما شاء الله صور جميله. وانا كمان متصوره فيه، يعني حضرتك لو بصيتي هتلاقي ليا صور فيه. اوكي. ده طبعا السلم، هو متكون من طابقين. تمام. في غرف صيفيه وفي غرف شتويه. تمام. الغرف الصيفيه طبعا بتبص على النيل، والنيل واخد مساحه كبيره قوي منه. وده اجمل حاجه ان الاثار في مصر فعلا معظمها في اماكن طبيعيه جميله. بصي حضرتك، هو وزاره الثقافه اخدته وعارضه بقى طبعا، فيه بتعرض كل التماثيل واللوح والحاجات. هي مكونات القصر من هو القصر اصلا لو احنا هنتكلم عليه ان هو اشتراه او بناه علي باشا فهمي. اوكي تمام معاك. واشتراه يعني بناه سنة 1907. انا اقصد كل الاثار اللي فيه والتحف والانتيكس دي ده بتاعه المكان. لا دي معارض. يعني هو تحول من قصر لمتحف. بالظبط. وكان مرشح ان هو يبقى يعني للرئاسه. ان هم يعملوا جمهور رئاسي. جميل. قصر جمهور رئاسي. لا مساحته تتسع لانه كبير. يكون قصر كبير في زي ما قلت حضرتك طابقين. طيب هو بالطابع الاسلامي ولا طابع مصري؟ كلاسيكي. ولا كلاسيكي. طيب المهندسين اللي عملوه اجانب ولا مصريين؟ الاثنين. وفي كمان غرفه، الغرفه اليابانيه
دي اهداها سفير السفير الياباني لاصل لعائشه فهمي. الديكور يعني كل موجوده موجوده هايل هايل جدا موجوده. انا برضو جايباها من ضمن الصور. طب بعد ما توفت طبعا عائشه فهمي 1962 اخدته بقى ايه وزاره الثقافه. ايوه وخلاص بقى هو متاح للزياره. ممكن حضرتك تروحي من 9 الصبح ل 9 بالليل وتستمتعي بيه. اول مكان اروح والدخول المكان ده يتبسطوا فيه. انا رحت عالم تاني يا استاذ ابراهيم. يعني زي ما بقول لحضرتك انا بجد رحت عالم تاني. قمه الجمال، الغرف، الديكورات، العفش. لا 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 بجد لو رحت هتدعي لي، هتتبسط جدا انت واستاذه اميره. ان شاء الله تيجي معانا في كمان تاخدينا، يبقى دي دعوه كده من البرنامج لكل أيوة. الناس ان شاء الله. والدخول مجانا يعني مفيش اي تكلفه. تمام خالص يعني مناسب لاي اسره ومناسب. وزي ما شفنا الصور هو بص دي الاسره دي الحجره اللي اهداها سفير السفير. طيب حجرة اليابانية حاليا واحنا حضرتك اللي فوق ده جلد السقف هايل. ده رسم على الجلد؟ لا دي نقوش ورسومات. نقوش على الجلد جميلة. وهو فعلا بالجمال ده يعني حضرتك لو رحتي فعلا هتحسي بالجمال ده واكتر كمان. جميل ما شاء الله. يعني انت عينك كمان شايفة الاثار وجمالها. تعالوا نتعرف على تعالوا نتعرف من المرشدة السياحية الجميلة استاذة نجلاء فتحي عن قصة السلطان قاتل ابنه، وهل تحت القبة شيخ ام قاتل؟ وده اللي هنعرفه من المرشدة الجميلة النهاردة استاذة نجلاء. ماشي يا استاذ ابراهيم. طبعا احنا هنتكلم هنا على شارع المعز. تمام شارع المعز جميل طبعا. تمام اكتر حاجة يعني في قصص كتيرة جدا 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 في التاريخ حلوة وممتعة. اكتر حاجة فيها اثر انت بتحبها في الشارع ده؟ انا بحب كل اثار. لا بس في حاجه مميزه يعني اكتر حاجه انت حبيتها. انا حابه ان انا يعني اتكلم على الموضوع ده او على المسجد ده بالاخص لانه هيعجب المشاهدين ان شاء الله. ان شاء الله وهيبقى في سؤال فيه برضو. تمام. يعني انا عايز اسال فيه سؤال. باب المسجد هل المؤيد شيخ سرقه ولا لا؟ انت قادره طبعا انت اللي هتقولي لنا. لا انا مش هقول. هندور ونبحث فعلا ونعرف بالظبط وابعتي لي بقى. تمام احكي لنا بقى عن تاريخ المسجد. المسجد طبعا هو اتبنى 1818 هجري. ده هو الصور بتاعته. ده المسجد. تمام ده في اخر موقعه يعني موقعه في اخر نقطه في شارع المعز. تمام قد ايه موضوع عجبني جدا بجد. لا هتستمتعي هتستمتعي يا استاذه اميره قوي. طيب زي ما قال استاذ ابراهيم هل هو شيخ ام قاتل؟ ده اللي عايزين نعرفه. وايه المثل اللي بيقول؟ هل ده مثل فعلا ولا حقيقه؟ استاذه اميره حضرتك تعرفي في مثل تحت القبه شيخ؟ انا اعرف ده مثل شعبي اكيد. بس تحت القبه شيخ يعني اتقتل ومدفون؟ لا تحت القبه شيخ. طب فكري. شوقتيني فكري. جدا فكري. لا شوقتيني قولي لي. ممكن حضرتك بقى تقولي لنا يعني. حاضر. طيب المسجد ده زي ما قلنا تمام هو مملوكي جركسي. تمام واصل طبعا المماليك اللي هم مملوك يعني عبد. ايوه هي تمام اللي هم كانت فتره حكمهم زادت مثلا عن قرنين ونص. قرنين ونص يعني 250 سنه بالظبط واكتر. تمام وهم موجودين في مصر بدايه كده من الدوله العثمانيه لحد طبعا ما العثمانيين اللي هو محمد علي عمل لهم مذبحه المماليك. جميل ان انت بتحكي التاريخ بس انا مركزه قوي فعايزه اعرف عايزه تعرفي تحت القبه شيخ ولا لا. ده هو شيخ ولا قاتل ابنه؟ ده اللي عايزين نعرفه من حضرتك. تمام طيب هنخش على القصه على طول عشان انتوا ايه استاذه اميره عايزه تعرف. جدا. حاضر. طيب المسجد ده المؤيد شيخ احنا قلنا طبعا هو خلاص في شارع المعز. تمام وقلنا تاريخ بنائه هو اخر نقطه في شارع المعز. هو ملاصق لباب زويله. اوكي هي. طيب تمام ده كان حاكم مصر. تمام بعد كده فتره المماليك كانت مشهوره بالمؤامرات. تمام فضمن المؤامرات اللي حصلت لايه للشيخ ده فاتسجن في سجن اسمه ايه بقى؟ اسمه خزاين شمايل. تمام اللي هو السجن ده باب زويله. حضرتك المأذنتين دول ايوه دول بتاع باب زويله بتوع الجامع. هو باب زويله ده كان بيفصل منطقه عن منطقه. انا عشان خاطر هو مرتبط بالجامع
فانا هشرح الاثنين، هشرح باب زويله وهشرح ان شاء الله لو الوقت يعني كفى وهشرح المسجد. المهم القصه بتاعت تحت القبه شيخ ولا قاتل ولا ايه؟ طيب هو لما حكم قعد فتره، بعد كده نظرا للمؤامرات راح ايه؟ اتسجن. اتسجن فين؟ اتسجن في سجن خزائن شمايل اللي هو مطرح المسجد ده. تمام خلاص. بعد كده المسجد السجن ده كان يعني صعب جدا في التعذيبات بتاعته، معروف بكده. يعني كانوا بيعذبوهم حاجات كتيره قوي يا استاذ ابراهيم. تمام خلاص. فقعد كده مش قادر يتحمل، فقال انا لو خرجت من السجن ده هبني مكانه جامع، وعمل ندر، وفعلا ربنا استجاب له وخرج من السجن ومسك حكم مصر تاني. تمام. بقى حاكم على مصر. وبعد كده بعد ما مسك الحكم هد الجامع، هد قصدي سوري السجن، وبنى مكانه جامع. هي تمام. قصه قصه فعلا. طيب خلاص ومسك الحكم. وبعد كده بعد فتره ابنه ابراهيم، ده على اسمك يا استاذ ابراهيم، ابنه طلع على راس حمله فكسب، كان مثلا عنده حوالي 20 سنه. هي. تمام. فراح ونجح وحقق انجازات عاليه. فطبعا زي ما قلت لكم في الاول ان المماليك مشهورين بايه؟ بايه؟ بالغدر. بالظبط بالظبط كده، بالظبط كده يا استاذه. يعني هو القصص وصلت لنا. بس دي قصه ولا حقيقه؟ دي حقيقه، دي حقيقه، لو حضرتك دخلت كتب تلقى حقيقه. تمام. فقالوا له بقى ان هو ابنك هياخد الحكم مكانك، فانت لازم تتصرف وتقتله. قعد يفكر كده، انا هقتله، وفعلا قتل ابنه. طب ازاي؟ عزمه على هو كان بيحب حلويات معينه يعني. تمام. عزمه عليها. تمام. هو اكل الولد كميات كبيره منها ومات. طبعا اب يعني حط له سم في الاكل، حط له سم في الحلوى، في الحلويات اللي هو بياكلها. طيب ما حدش قدر ينقذه من الموقف ده؟ للاسف يا استاذ ابراهيم في الفتره دي ما كانش يعني، ممكن لو حد جاله تسمم دلوقتي ممكن يعمل غسيل معده او حاجه زي كده، بس طبعا ساعتها ما كانش فيه الكلام ده. انت كده برضو بتبعدي عن سؤالي اللي انا نفسي اعرف، هو تحت القبه شيء؟ حاضر حاضر يا استاذه. اتفضلي. طيب لما ابنه اتقتل دفنوا فين بقى؟ في الجامع اللي هو جامع المؤيد شيخ. ايوه. وابنه مات خلاص، ما قدرش ان هو ينقذه، اتدفن في الجامع. تمام. اللي كان مكانه سجن خزائن شمايل. ايوه. تمام. قصه فيها مغزى قوي قوي. بالظبط. خلاص كده. طيب طبعا انت يعني شهوه الحكم والسلطه كانت واخداه، لكن وكان غايب عن عقله، فادرك ايه اللي انا عملته ده. فطبعا حزن جدا جدا على ابنه. تمام. اتفضل. وبعد شهور، في ناس بتقول شهر وفي ناس بتقول ثلاثة، اتوفى المؤيد شيخ حزنا على ابنه، واتدفن جنبه في نفس المسجد. ليه ضريح كبير. وبكده طلع المثل اللي هو تحت القبة شيخ. بالظبط. فطبعا من هنا فهو ايه؟ تحت القبة شيخ. هو شيخ بس هو قاتل. طيب ناخد فاصل ونرجع نكمل تاني. جميل. حزب حماة الوطن، أمانة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية. بعدما حققه حزب حماة الوطن من نجاح كبير في انتخابات مجلس الشيوخ والنواب لعام 2020، وحصد عدد مقاعد كبير في المجلسين، وفي ظل المناخ السياسي البناء الذي يدعمه السيد رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحرص كبير على المشاركة الفعالة في المجتمع المصري والتي يحرص عليها ويوجه بها السيد رئيس الحزب الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن بالجمهورية، والسيد اللواء محمد الفخراني رئيس الحزب بمحافظة الشرقية. وعلى ضوء كل ما سبق، كان الاجتماع الأول لأمانة مركز الحسينية بحضور الأستاذ
محمد عبد الحميد عطوان الأمين المساعد لمحافظة الشرقية للوقوف على آخر التطورات على المشهد الحزبي ووضع آليات عمل وجداول تنفيذ للارتقاء بخدمات كل المناطق في جميع المراكز التي تغطيها الأمانة العامة للحزب لما فيه الخير لمجتمعنا ووطننا الحبيب مصر، وتشكيل يضم قيادات شبابية فعالة وطموحة هي بكل فخر مصر المستقبل، على أن تكون هناك تغطيات إعلامية مستمرة لكل النشاطات القادمة للأمانة. حفظ الله مصر وشعبها. حزب حماة الوطن. أهلا بكم يا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ودلوقتي برضو يا أستاذة نجلاء مش هبطل أسئلة لأن حبيت فعلا موضوع الحلقة. احكي لي بقى عن باب زويل، وليه سموه باب زويل؟ وعايزين نعرف المثل اللي بيقولها علق رقبتك على باب زويلة، وده اللي حابين نعرفه منك النهاردة أستاذة نجلاء. حاضر. طيب زي ما قلت لحضرتك أستاذة أميرة إن باب زويلة هو ملاصق للجامع، وآخر نقطة برضو في شارع المعز إحنا كنا جايبين ليه صور. أوكي؟ تمام. أوكي. طيب. أهو. آه بالظبط كده، دول مأذنتين المؤيد شيخ. وده باب زويلة اللي تحتيه على طول. تمام. هنتكلم في الأول على الأبواب. إيه الباب ده؟ وهل هو ده الوحيد الموجود، وكان استخدامه ايه وبيعملوه ليه؟ هي تمام. طيب استاذ ابراهيم، عايزين نعرف المثل اللي بيقول أيوة. علق راسك على باب زويله. وفي مثل كمان عايزين نعرف ايه العفاريت بتاع باب زويله. هو في فعلا عفاريت باب زويله؟ ايوه. لازم تروحي بقى وتشوفي. لا انا فعلا اتشددت جدا. استاذ ابراهيم، وفي كمان مرتبط بالابواب بتاعه القاهره مثل ما هي كوسه بقى. فعلا. بس احنا قلنا كام مثل النهارده؟ ايوه تقريبا كل الامثله بتاعتنا مربوطه بتاريخنا واثارنا، واحنا بنستخدمها من غير ما نعرف اسبابها. تمام. استاذ ابراهيم عايز يعرف اصل المثل. طب في الاول يا استاذ ابراهيم انا هتكلم على الباب. تمام. اوكي. اسم الباب فعلا ليه باب زويله؟ ليه باب زويله، وهل هو ده الوحيد؟ لا، هي ابواب القاهره. تمام. هم كانوا 8 ابواب. تمام. يعني لما طبعا عشان وقت الحلقه فمش هينفع ان احنا نتكلم على التاريخ كله بتاع الابواب. خلينا في باب زويله النهارده. حاضر. عشان القصه. حاضر. طيب هم 8 ابواب. مين اللي عمل الابواب وسور القاهره؟ 3. اول واحد هو جوهر الصقلي. تمام. تمام. اما جت الدوله الفاطميه اللي هي الدوله الشيعيه. تمام. خلاص. بس كان معمول من الطوب اللبن فما استحملش كتير لا السور ولا الابواب. بعد كده جه الوزير برضو بدر الدين الجمالي. تمام. خلاص. وابتدى ان هو ابتدى ان هو يعمل ايه؟ يعمل اسوار القاهره، يعيد بنائها بعد 100 سنه من الاولاني. تمام. تمام. بس برضو يعني هي استمرت، وبهاء الدين قرقوش وزير صلاح الدين الايوبي برضو جدد فيها شويه. فهم 8 ابواب. خلاص. طيب 8 ابواب دول متبقي منهم ايه؟ 3. باب زويله، باب الفتوح، باب النصر. لكل باب اسم قصة. لا يعني كل باب اسمه مرتبط باحداث معينه. يعني باب زويله ده مرتبط بحاجات معينه. باب الفتوح ليه اسمه باب الفتوح؟ برضه لاسباب معينه. باب النصر برضه لاسباب معينه. هو فكره الاسباب دي بتخليني مش ببص للاثر على انه طوب ومجرد. هي الفكره تشدني ان انا اروح واشوفها، لاني تاريخ بشوفه أميرة. فعلا بيستحضر في عقلي تاريخ، ومش تاريخ بس. يعني انت بعد ما حكيت لنا الحكايه دي ان في حكم من وراء كل اثر موجود. حضرتك لما هتسمعي قصه باب زويله برضو هتستمتعي زي الشيخ المؤيد شيخ. قولي لنا يا استاذه نجلاء، عفاريت باب زويله. عفاريت باب زويله. حاضر يا استاذ ابراهيم. هتروح تتصور لو سمعت الكلام ده؟ لا انت هتاخدينا اكيد كل الاماكن الجميله دي. ان شاء الله. احنا ورشه البرنامج معاكي ان شاء الله. ربنا يخليكي. طيب احنا قلنا هم 8 ابواب، متبقي منهم 3 بس، زويله والفتوح والنصر. 3 ابواب دول. طيب اوكي تمام. وقلنا طبعا مين اللي بناهم. طب ايه غرض الابواب دي؟ حمايه القاهره، والسور عشان يحمي من اي عدو يقدر ان هو يدخل. ايه بالظبط. الابواب دي كانت بتتقفل في ساعة معينة من الليل، محدش يدخل ولا يخرج. تمام. إلا حاجة بقى هي مرتبطة بالمثل ده، اللي هي ما هي كوسة بقى.
كانت الكوسه الخضروات الوحيده اللي بتمرض بسرعه وبتبوظ. فكان كل واحد بيعدي طبعا يعدي عشان بالخضار او كده يعدي عشان يخش الباب يلاقي الباب مقفول فيقول له كوسه فيفتح له الباب. تمام. فمن هنا كلمه سر يعني ولا ايه؟ لا كوسه هتبوظ. ايوه بالظبط كده زي استاذ الكوسه هتبوظ فلازم يعدي فاحنا اصبحنا كلنا كوسه. ايوه بالظبط كده كوسه بقى. ايوه ما فراح ايه كل ما يخبط يعني يعدي بتاع الكوسه يقول له افتح له الباب افتح له الباب. تمام يا استاذ ابراهيم؟ تمام. فيفتح له الباب لو هم واقفين في الاول. تمام كده تمام. ولو هم واقفين في الاول ومعاهم ناس معاهم خضار كتير يقول له برضو افتح كوسه كوسه يقوم معدي. فمن هنا ارتبط اسم ايه؟ ما هي كوسه بقى. تمام كده. نلحق نكمل باب زويله عشان الحلقه. الاسم نفسه سمي بباب زويلة ليه؟ حاضر. هو الوقت الحلقة مش هيسمح. وأستاذ إبراهيم عايز أعرف العفاريت. هنقول بسرعة. باب زويلة. باب زويلة هو اتسمى باب زويلة نسبة إلى قبيلة زويل كانت جاية مع الدولة الفاطمية وعاشت واستقرت في المكان ده. تمام. طيب مثل هعلق راسك على باب زويلة ليه؟ ليه كده؟ الباب ده اتعلق على راسه يعني بمعنى اتشنق مثلا آلاف الناس على الباب ده. تمام كده. طيب مين بقى اشهر الناس؟ تومان باي اخر سلاطين المماليك وكانت نهايه المماليك على يد الدوله العثمانيه. ماشي. ازويل زويله نسبه الى قبيله كانت تسكن في المنطقه ولا كانت. طيب هو يعني احداث الشرق دي كلها كانت. طب انا لازم كلمتين اقولهم. اتفضلي كملي. وهو برضو بيطلق عليه بوابه المتولي عشان استاذ ابراهيم عايز اعرف العفاريت. المتولي ده ايه؟ المتولي ده يقال يعني ان هو والي من اولياء الله الصالحين وان روحه بترفرف حوالين المكان. واي حد نفسه في امنيه او في اي حاجه في المكان. نعم. ولا موجود ولا كان هو يسكن. هو بيقول لك ان ده ولي المتولي بواوية المتولي نسبه لإلى حاجتين كان موجود او اتشنق او ساكن. لا 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 ولي روحه كان أمير ولي من اولياء الله الصالحين فروحه بترفرف على المكان. حتى هنلاقي عند باب زويله في مسامير كده موجوده كتيره قوي. المسامير دي بيروحوا يعلقوا فيها هدومهم يعلقوا فيهم امنياتهم عشان تتحقق. وبرده في سبب تاني سبب تسميه بوابه المتولي. المتولي اللي كان قاعد بيجمع الضرايب على الباب ده. يعني انت لو انت رايحه تقولي باب زويله او تقولي بوابه المتولي. استاذه نجلاء والله الكلام ده شيق جدا ما يتشبعش منه ومواضيع جميله. ما تقولش الحلقه خلصت. وقت الحلقه صغير وحابين نكمل معاك ان شاء الله في كل حلقه قصه جديده ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي يا استاذه نجلاء. شرفتينا ونورتينا النهارده. مش هنكمل الباب. الحلقه الجايه بقى ان شاء الله. ان شاء الله. اتبسطنا جدا والله معاكي. ربنا يخليكم. ربنا يخليكم. ميرسي خالص. ميرسي ليكم.